ننتقل من معان للكرك تحديدا لنشوف معاناة أهل لواء فقوع واللي بيحكوا إنه شوارعهم قديمة ومليانة مطبات وحفر وأكيد كمان بتفتقر لمستوى النظافة المطلوبة. لنشوف أكثر بالتقرير على الليمون. شوارع منطقة لواء فقوع تعاني منذ زمن طويل من العديد من المشاكل المتمثلة في المطبات والحفريات والتشققات هنا وهناك، حتى أرصفتها تحولت إلى حاويات لرمي القمامة، والتخوف من أن تتحول إلى مكاره الصحية تضر بأهلها وبأجوائها الطبيعية. أتمنى بالمسؤولين حل، خاصة أنا مع سيارة كل 6 شهور يعني بغير هيئة. وقد شكى أهل اللواء إلى المسؤولين وأصحاب القرار، لكن وللأسف لا يوجد تجاوب لمطالب الأهالي، ونحن في فصل الشتاء مما يزيد في حالة هذه الشوارع سوءا، وتزداد مطالب أهالي اللواء بصيانة الطرق يوما بعد يوم. وقد حاولنا التواصل مع المسؤولين، على ما يبدو لا أمل في ذلك. نشير هنا إلى أن هذه الحالة المأساوية المتزايدة للطرق في لواء فقوع لا تقتصر فقط على الحالة العامة للشوارع، بل إنها تنتهك أصحاب السيارات نتيجة الأعطال، مما يثقل كاهل المواطن في ظروف اقتصادية صعبة.